مرحبا، أنا ختام طيارة من كفر قراء. طبعا أنا مسؤولة هنا على البنات وعلى الماكينات، مسؤولة على المحل على الموجودات هنا. طبعا أنا برضو بستقبل البنات شو هن بحاجة للمخشرين، بساعدهم وين مثلا يتوجهن لأي ماكينة. بطلع على البنت أو على المرأة شو هي بلزمها من تنحيف، أنا باخدها على الماكينة اللي هي بحاجة إلها من ناحية التنحيف، وبساعدها. في عنا هون مثلا الرجاج، المخشير، الحزام اللي هو بنزل الدهون، ماكينة كثير منيحة. وبرضه في عنا ماكينات اللي هن الكترودو، ماكينة السلوليت، ماكينة المساجات، مساج. وفي عنا هون دورات اللي للتبول البنين للوجه. والحمد لله احنا بنتمنى ان نتعرف على نساء البلد انهن يجين، وبرضه يشوفن قديش انه في عنا احنا اشياء، الماكينات للتنحيف لتنزيل الوزن، وفي عنا اشياء كثير، ماكينات مليحة اللي هي ممتازة للتنحيف. أهلا وسهلا، نتمنى بترحيبكم، وأهلا وسهلا بكم نساء كفر قرع. بتأمل تشرفونا وتشوفوا الأشياء الحلوة اللي عندنا، الأشياء، الماكينات، الأشياء اللي بتنزل الدهون، من مساج، من ساونا، تشاكوزي، بركة سباحة، من طبعا السدين الحامي، في عنا ليزر، أشياء اللي هني اللي بلزم كل نساء كفر قرع. وبتمنى تشرفونا، وطبعا مع تشريفكم راح تشوفوا أشياء اللي انتوا راح تنبسطوا فيها. وأهلا وسهلا بيكم، وشكرا. وأهلا وسهلا.